عليكم واهلا وسهلا بكم على اجونس ايموبيلي الرضا. في العرض ديال اليوم شقه محفظه مسجله 90 متر لاقامه المولاي اسماعيل، ثمن 65 مليون. غادي ندخلوا معكم ديروا دوره تشوفوا العماره وتشوفوا لابارتمون. حنا دابا في لو جاردان، الجردان كدور بالعمارة كاملة، واحد الجمالية رائعة تبارك الله. العمارة كتوفر على جوج ديال ليزاسونسور كما كتشوفو، عمارة نقية تبارك الله، مليحة بزاف. هادو الدروج ديال السكور، مرحبا بكم. الشقة كما قلنا بالطابق الخامس، هذا الطواليت هنايا اللابما، هنا حمام كبير. الو هنا كندخلو كاين صالون، كما كتشوفوا الديكوراسيون السقوفة جميلة تبارك الله، وكاين هنا انسجور ولا بيت الجلاس كما تنقولو حنايا المغاربة. هو في الأصل كان بيت، كان شومبر، كان تخوا شومبر صالون، وسيد مول الدار بغا يدير هاد الإصلاحات، دار هذا بيت الجلاس وردو سيجور. ألوغ هادي لاكويزين، خلاص فيها البالكون، كي تتكون ماكينة الصابون وشوفو، أن بسي ديباغا، لا كويزين عامرة بالبلاكار. إلى هنا وصلنا لنهاية هاد الفيديو ديالنا، مرة أخرى ما تنساوش ديرو جيم، أبوني، أو الإتصال على رقم الهاتف الظاهر أسفل.